الآن عندي فعل، عندي ردة فعل. ضربني أضربه، شتمني أشتمه، ليست بهذه الطريقة، ليست بهذه الطريقة. ثمة مسافة بين الفعل وردة الفعل تسمى التفسير. هذا التفسير هو الذي يحكم الفعل وليس ردة فعلي وليس فعلك. يعني لو ما جي أحد ضربني من وراء، التفت لقيت عمي، كيف حالك؟ جاني رقم غريب يقول لي يا أخي ايش فيك مدري ايش، وبرد علي زعلت وادخل على الصور وألقى صورتك، أقول يا أخي بسوي مقلب شو إني عرفته. اللي غير ردة فعلي ما هي؟ ليس فعلك، لا فعلك ما كان ما زال مستفزا، تفسيري لفعلك، تفسيري لفعلك. فعندما أنا أبدأ أشوف الأفعال ثم أفسر هذه الأفعال تفسيرا، تفسيرا صحيحا، أنا أرتاح. لما أجي الواحد يضرب بوري وراي طا 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 طا، لما أقول قليل أدب هذا تفسيري أنا بعصب. لما أقول مستعجل الله عينه يختلف. لما أدق عليك وما ترد وأشوفك متصل ساحب علي ما يفتح، هذا التفسير يؤذيني أنا. طيب شو الحل؟ الأفضل لي أنا وشو؟ أني أفسر تفسير جيد يا أخي شكل مشغول، أنا اللي برتاح، مو عشانك، عشاني، عشان أرتاح أنا أفسر تفسير جيد. لذلك لعبة التفسير مليئة بالاحتمالات، وفرقراء الأخلاق ينتقون الأسوأ منها. احتمال أنك مشغول صح؟ احتمال أنك ما تبغى تكلمني لأن في مكان مزعج، احتمال تبغى تكلمني بعدين عشان تروق، واحتمال أنك ساحب علي، في احتمال. طيب هذه الأربعة ليش أنساها؟ أحذف ثلاثة وأبقي الواحدة وأقول من سوئي إذا ساء فعل المرء ساء ظنونه.